السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. اليوم راح ندير لكم كسرة تاع مطلوع، تجي خفيفة وهايلة، سهلة بزاف، خلاص اكسبرس، يعني تخدموها بالبراميكسر في ربع ساعة توجد لكم هذه الكسرة. مع في الوقت هذا كاين الفيروس، نورمالمون ما نشريوش الخبز من برا، يعني نسى كامل تقريبا رامي يخدموا الخبز والكسره في الدار. انا راح نعطيكم كسره هذه سهله، ما تعبكش خلاص، لا تعجني لا تتعبي لا والو، وتجي خفيفه تهبل. جربوها ان شاء الله تعجبكم. هنا عندي انا راح ندير غير زوج قرصات فرد كيله تاع دقيق، يكون سميد عادي، له حرش له رطب، وملعقه كبيره تاع حليب بودره، اي حليب عندكم. انا راح ندير نصف ملعقة كبيرة تاع سكر، وملعقة كبيرة تاع خميرة تاع الكسرة، وسينوج وجلجلانية نخليهم بعد باه نستعملوهم، لو كانت لوحوهم دركا ترحيهم بالميكسر ما يصلحوش. راح نزيد ملعقة كبيرة تاع زيت، يعني كيما قلت هذه الكمية كمية قليلة، دير غير زوج قرصات، اللي يحب يضاعف يضاعف الكمية. هنا بنفس الكيلة عمرتها ماء دافي، ونشوف مع الدقيق قدر يشرب قدر ما يشربش. احنا نحطو فرد كيلة ونشوفو، قادر من بعد نزيدو نص كيلة على حسب الدقيق، كل دقيق كيفاه، كاين دقيق اللي يتشرب وكاين دقيق ما يتشربش الماء. هنا على حسب ما نشوف الدقيق تاعي راهو يتشرب بزاف، يعني حتى كي نعود نعجن فيه باليد نحط له الماء بزاف، كل ما نحط له الماء هو يشرب الماء. هنا رايحه نستعمل براميكسر ونخلط ونشوف، لكن يحتاج الماء رايحه نزيد له. خلطوا مليح خلاص، يعني هذه المرحله في بلاصه العجن. وهنا استعملوا الدقيق المتوسط ولا الرطب ثاني يجي مليح، المهم الحرش لا لا. هنا رايحة نروح نزيد نصف كيلة تاع ماء دافي، ثم هنا استعملنا كيلة ونص ماء، يعني كيلة دقيق وكيلة ونص ماء، وملعقة تاع سكر، وملعقة خميرة، وملعقة زيت، وهذا هو ماء. نحاولوا نخدموا مليح بالميكسر على الاقل 5 دقائق 6 دقائق حتى تشوفوهم، ديروا دوك الفقاعات، يعني باه تنجح الكسره تاعكم، تجي مطلوع على حقه ويجي خفيف. هنا كيما راكم تشوفوا، شوفوا الفقاعات كيفاه بداو يطلعوا، انا رايحه نحبس. رايحه نجيب بلاستيك غذائي نغطي به هذا العجينه تاعي، نخليها ترتاح في بلاصه دافيه، حطوها قدام الفرن ولا قدام الكويزينير اذا كانت تمشي، ولا قدام طابونه كي تحطوا طاجين يسخن. من جهه خليوا الطاجين تاعكم يسخن، على خاطر هذا الكسره في ساعه تطلع، ما كي تبداو بعد حطوا الطاجين. هنا راهي طلعت لي، حطيتها غير قدام الطاجين، شوفوا كيفاه طلعت. رايحه نجيب الجفنه تاعي ونصبها فيها على خاطر ما يصلحش تخلطوا في هذا الصحن، نحط فيها، شوفوا كيفاه طلعت، يعني يكون زدت لها شويه رايحه تفيض.
هاد العجينة تجي خفيفة خفيفة، يعني ما تتصوروش الخفة تاعها، يعني تقدروا تستعملوها حتى في رمضان، تجي كسرة خفيفة تبل في ربع ساعة توجدوها، لا تعجني لا تعبي راسك لا ولو. جلجلانية وسينوج يتحطوا في هذه المرحلة كما قلت، حذري تحطوهم الأول، ترحيو يترحاو لكم. نحطوا شوية ملح، القيس تاع زوج قرصات، اللي كامل تعرفوا تحطوا الملح، ولا اللي ما تعرفش تحط زوج ملاعق صغار. هنا أنا كيلت الفارينة، راح نحط وحدة ونشوف، ونزيد نكيل الثانية نشوف الثانية كده راح نستعمل منها. نزيد نوجد وحدة، هنا نحاول ندخل هذيك الفارينة كاملة في العجينة تاعي، يعني نلمها ونحاولوا ما نيبسوهاش بالفارينة، يعني تبقى طرية باه تجي خفيفة. انا رايحة نحي الملعقة ورايحة نستعمل يدي باه نعرف كيف نلمها. هنزيد كمية من الفارينة، يعني أكيد الفارينة هنا مانيش راح نستعملها كاملة، هنستعمل بشوية ونشوف، راح نعتلكم قد استعملت الفارينة. هنا بلا ما تعجنوا بلا ما تعبوا رواحكم غير تلموا برك. هنا أنا استعملت كيلة ونص تاع فارينة، يعني هذيك الكيلة تاع الدقيق زدنا معها كيلة ونص فارينة وكيلة ونص ماء، يعني أسهل من هك ما كانش. تخرجوا زوج قرصات تاع مطلوع يجيو خفيف ريشة وبلا تعب. تقريبا احنا كامل ما نحبوش نتعبو وما نحبوش نعجنو، يعني مع التعب واحد دقيقة ما يعجزش يروح يدير كسرة، خير ما يشري الخبز من برا. هنا رايحة نزيد ملعقة، يعني تقريبا نصف ملعقة كبيرة تاع زبدة، رايحة نلم بيها هذا المطلوع تاعي باه ما تلصقليش في يدي، وميم طون هذا الزبدة رايحة تعطيها طراوة للقشرة الفوق، ما تجيش عند هذيك القشرة اليابسة، تجي طرية تجي هايلة. نلموها ونحطها على طاولة العمل باه ندخل فيها هذيك الزبدة كاملة. أنا اللي عندها بيتران في المرحلة هذه غير تدورها شوية برك وتنحيها، تسمى في المرحلة اللي نزيدو فيها الفارينة حطوها في البيتران عادي وزيدوا الفارينة باش ما تلصق لكم لا في يديكم لا ولو. هنا غير ندخلو هذيك الزبدة برك ونقرصوها وخلاص. شوية فارينة نساعدوا بها روحنا باه ما تبقاش تلصق، ولازم تخليوها هكا بعد تلصق، يعني مش كي هي تلصق نتوما تبقاو تزيدوا لها في الفارينة رايحة تيبسلكم وما تجيكمش خفيفة. كيما راكم تشوفوا غير شوية فارينة برك تلمت وما تلصق لا والو. قسموها على زوج قرصات يجيو ملاح، ما يجيوش صغار بزاف وما يجيوش كبار بزاف. اللي يحب يدير فرد قرصة يستعمل الكيلة تكون شوية صغيرة، يعني كيل بكاس صغير ويستعمل نفس ال شوية، تنقصوا شوية في الزيت وتستعملوا نصف ملعقة من كل حاجة. هنا نلم القرصة تاعي بالاستعانة بالفارينة. هنا كيما راكم تلاحظوا على قد ما نخدم فيها هي غير قاعده تطلع، ما طولتش خلاص دقيقه تطلع. تسمعوا وانا نخدم فيها بيدي حاسه بيها بلي قاعده تطلع،
يعني ما تخليوهاش طول تولي تهبط لكم العجينه. هذه ما با 3 دقائق 4 دقائق تحطوها طيب، يعني ان شاء الله في رمضان اللي يحب يديرها يخليها في الساعه الاخرى كي يقرب الفطور يروح يخدمها تاكلوها كسرة سخونة. شوفوا هنا يعني خليتها من 3 دقائق طلعت، رايحة نطرحها، وهنا خليها تزيد تطلع شوية برك غير يضاعف الحجم تاعها. حنبدا نطيبها. هنا الكوزينة راهي سخونة من الطاجين، تما حتى الطاجين يسخن على هذيك راهي في دقيقات تطلع. يعني كيما راكم تشوفوا مانيش قاعده نتعب عليها ولا نضغط بيديا، خفيفه بزاف العجينه طريه فوق ما تصوروا، غير هك بيدي برك راهي تمشي وحدها. راح نكمل القرصة الثانية بنفس الطريقة، نطرحها ونغطيهم نخليهم يرتاحوا شوية ونعاود نرجع لهم. هنا كملت الثانية، راح نغطيهم نخليهم يرتاحوا شوية برك ونعاود نرجع لها. وهنا الكسرة تاعي راهي طلعت، راح نحطها في الطاجين الطيب. كيما راكم تشوفوا طابت من جهه، نزيد نقلبها. تجي هايله، انا غير طيبوها بشويه، تقلبوا على الجهه الثانيه، طيبوها من كل جهه مليح. يعني راهي خفيفه مهما نوصف لكم الخفه تاعها ما تتصوروش واش خفيفه. حتى طياب في دقيقه تخفي عليها تحمر لك عليها على خطر فيها السكر ومعجونه مليح. هنا رايحه نزيد الثانيه، يعني اللي ما تقدرش تهزها بيدها هكاك تستعمل بالتورشون ديريكت تهز بيه بعد وتعاود تقلبها على الطاجين، يعني باه ما تفسدلهاش على خاطر راهي طريه بزاف. هنا ريحان كيما نقولوا حنا الحوشي والكسره تاعنا، يعني نطيبوا لها الحاشيه، لازم تطيبوا الحاشيه تاعها باه ما تجيش نيه. حاولوا الحاشيه كامل هكا في الطاجين وهو قاعد يمشي نطيبوا الحاشيه. نزيد نحط ثانيه حتى هي نقلبها نطيبها كيما طيبنا الاولى بنفس الطريقه، وخلاص نحيها وتكون نزيد نعاود حتى هي نحوشيها وتكون الكسرة تاعنا واجدة. يعني زوج قرصات في ربع ساعة وجدوا. كاين ناس ما يحبوش يحوشيو الكسرة، مي حلاوتها كي تحوشيها خير، طيب من كل جهة كيف بعضها كامل تجي مليحة، تجي في الشكل والمذاق رائع. هنا شوفوا الكسره تاعنا كيفاه تجي، تجي طريه، تجي انا نشتي نحمرها يعني. وكاين ناس يحبوا غير طيب شويه صفره برك، انا كسره نحبها هكا محمره مليح، كل واحد كيفاه يحب يطيبها. رايحه نقسم لكم تشوفوها كيفاه تجي. شوفوا كيفاه تجي طريه، تجي خفيفه هايله، يعني كسرة إكسبرس بدون تعب بدون شقاء بلا حتى حاجة. يعني ما تخليكمش تعجزوا خلاص ولا تخمو تقولوا راح نتعبوا والو، هذه ما تعبكمش، لا تروحي البيتران لا تكسري راسك، يعني دقيقة وهي وجدت. نزيدو نقصو الثانية، روعة.
يعني هكا ما كلها تشريو الخبز، يعني نصيحة ما لبناش كل يمس هذاك الخبز، يعني امام يعطيك يحط يعطيك هو ساشي، ومهما كان مهما كان راح ولا مستعمل قفازات، ولا انا ما كذبش عليكم موسوسة من الحوايج هذو، صح يستعمل قفازات بس من بعد كي يروح يزيد يهز بهذوك القفازات يهز بهم للصرف ويعطيك، يعني كيف كيف الواحد يفيتي عليه كامل المشاكل. عندنا دقيقة عندنا فارينة نخدمه كسرة تاعنا في الدار بكل سهولة، نفيتي علينا الخرجة حتى يتنحى علينا هذا المرض، وإن شاء الله ربي يبعد علينا هذا الوباء ويسترنا كامل. شوفوا الكسرة كيفاه تجي، تجي رائعة خفيفة، إن شاء الله جربوها يا البنات وتعجبكم، و يعني وحده لا تعجز تقول لك ما نقدرش ندير الكسره ولا راني تعبانه، والله جربوها خفيفه خفيفه هايله راح تعجبكم بزاف، ان شاء الله تعجبكم، والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.